هاي حلوين واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. يمكن هيدا الفيديو تشوفونه بابشع منظر فيه على اليوتيوب كله، عنده اهم شي هالنقشات، بس كلكم بتعرفوا باللي صار، كلكم بتعرفوا شو صار معي. وللاسف، ما حقول للاسف، حقول الحمد لله على كل شي صار. كلكم حابين تعرفوا شو صار، وصراحة أنا ما كان عندي القدرة أبداً أني أحكي أبداً على ستوريز، حتى ما عم بقدر أحكي أبداً على ستوريات. واليوم أنا طلبت طلبة من المستشفى أنه كل شي مسكنات بدكم تحطولي إياها، حطوليها إبر، بدي ارتاح من المصل. جايز، كل إيدي من هون، إذا بتلاحظوا هون حاطين 3 مرات مصل، حاطين هون 2 مرات مصل، تعبت من الموضوع. فاعذروا شكلي واعذروا وجهي المورم واعذروا كل شيء. شو صار معي؟ اللي صار يا جماعة اني انا كليا اجمالا بروح يوم اي يوم لا، او كل يوم على طريق جزين. جزين هي منطقة عنا بلبنان. بروح بسيارتي اللي انا على اساس كتير مبسوطة فيها، وعملت فيديو يوتيوب عنها، وبتعرفوا من تعب جبتها. بروح فيها وبكزدر، بحط اغاني ومن هالاخبار وهيك، يعني عرفتوا كيف؟ بكزدر، بقعد شي 3 ساعات وبرجع على البيت، وما بطول كتير، يعني برجع قبل العشرة عطول. قبل العشرة انا بكون راجع على البيت. بهيدا النهار كان عساس ما اظهر، كان عساس انا قاعدة مع ماما، بس انا قلت لها ماما خلص انا مضايقة، عبالي روح كزدر. وانا بس كزدر بالسيارة، في كتير عالم ممكن تفهمنا انه لما تكزدروا بالسيارة عن جد بيكون شي كتير هيك بيرفع عن نفسكم. كزدرت يا جماعة من هالاخبار، كنت مبسوطة كتير، ورحت شفت رفيقتي، ورفيقتي قلت لي خلص تعي نامي عندي، وانا ما بعرف ليش قلت لها لا ما بدي نام، ما بعرف شو خطر عبالي، بس مع انه كان لازم نام. المهم قاعدة بالسيارة انا وراجعة على البيت. فانا على طريق، شو اسمه الطريق؟ عزور. سوري جايز، انا ما بعرف كتير بالمناطق. عزور. في اوتيل اسمه باين فيو. انا ماشية بالطريق هيدا الاوتيل، في كوع، وهيديك الطريقة اللي هنيك مجلدة جليد. انا ما بعرف صراحة بوضع الجليد انا شو لازم اعمل، اذا لازم اعمل بنزين ولا فريم ولا وقف السيارة، ما بعرف فيهم يعني. مسكت الدركسيون، بلشت زحت مع السيارة، وانتو بتعرفوا انه هيدي الطريق وهون الجبل كله الوادي، ومفروض هون يكون في حجر عشان يحميكم، رايت؟ بس انا سوري ما كان في حجر، كان عادي طريق والوادي. اللي صار انه حفرجيكم هلا صورة هون قديش عالي كان. هيدي هي اللي وقعت منها انا. انا ما قدرت اتحكم بحالي، حاولت اكبس فريم، بس على الفريم زحتت مع السيارة وقعت. واهم شيء انه انا كنت على الكوع، يعني انه مش مثلا هيك لاقدر اتحكم فيها اكتر، لا. يا جماعة ماني مذكرة شيء غير اني انا وقعت من يعني هيدا الطريق، هيدا الكوع، غير اني انا سيارتي عملت هيك لهون. يعني مذكرة اني انا كنت بعدني بالهواء، وما مذكرة شي تاني، مذكرة خبطة راس، وما مذكرة اي شي تاني. اللي صار يا جماعة اني انا وقعت من وادي، والوادي ما كان، سوري اذا عم تجاني، ما كانت هيك، الوادي كانت ستريت هيك، يعني كأنه انا عم بوقع من بناية، عرفتوا؟ مش عم بوقع. وقعت على الوادي وكملت السيارة وقعت على الوادي التاني. هيدا اللي شفته حللته، لأنه سيارتي كانت تحت، أنا ماني مذاكرة شي. هلا شو صار يا جماعة؟ أنا فقت من النوم، لقيت حالي بقلب كوخ، بقلب كوخ، نايمة وفي صوبيا بوجهي، صوبيا أنتو كيف بتعرفوا شو هي، ونايمة والفرشة كلها دم، كل شي دم، ما في شي مش دم، يعني راسي كان كله فازر دم اصلا على الدنيا كلها. ما كنا عارفين شو بدنا نعمل، ما كنا عارفين شو بدنا، انا ما كنت عارف شو بدي اعمل، شو بدي اساوي.
سو هلا انا بدي اقوم كنت ما قدرت اقوم لانه ظهري كان موتني وجع، كنت اكثر مره انا بتوجع فيها. فما بعرف ربنا من وين عطاني القوه يعني، وقفت ما قدرت اوقف، زحفت على اجري. كيف بيحبوا الاولاد الصغار، حبيت وطلعت لبرا، صرت اقول ساعدوني ساعدوني بصوت عالي شي 500,0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 00,
فصرت اسمع صوت كلاب، وانا هون اكتر شخص بخاف من الكلاب. ما بعرف عن جد ربنا من وين عطاني القوة، وانا خفت الكلاب اذا شافوني وانا كلني دم وانا ماني قادرة اصلا اهرب، ظهري منه قادر. سو المشكلة انك تلبسي بيجامتي، لانه انا رايحة كزدر ببيجامة النوم ورجع على البيت، كنت حبيت يعني زحفت من الكوخ على الشارع لفوق، يعني اخذت معي تقريبا شي 3 دقايق لانا وعم بحبي وازحف وكلني وحل. المهم بهيدا الوقت يا جماعة، انا هون الحمد لله برجع بقول كمان ربنا عطاني القوة لقدرت اوقف على اجري وامشي بالشارع. يا جماعة مشيت بالشارع، حاولت وقف كذا سيارة، ما كان في ولا سيارة عم توقف، يعني حقهم بالنهاية. سوري انا كنت حافية، شوزي ما بعرف وين ضاع، ووجهي كله دم، وانا موحلة، سو اكيد حيخافوا مني، حيفكروني عفريت. والمشكلة يا جماعة بهاللحظة انتو لا بتفكروا لا بالسيارة ولا بالتليفون ولا بتفكروا بمصاري ولا بتفكروا بشي، بتفكروا بنفسكم بس. انا كنت عم فكر بس بنفسي وكيف بدي انقذ حالي. فأصلا ما كنت عارفة وين سيارتي، وتليفوني ما كنت بعرف وينه، ما كنت بعرف شي. فوصلت وما حدا وقف لي على الشارع، ام لقيت بناية فيها عالم، انه ما بعرف اذا فيها عالم، فيها انترفون. سو انا دقيت على الانترفون كذا مرة لحديت ما ردوا علي عالم من البراندة فوق البلكون. قال شو بديك وهن نقزوا مني؟ قلت لهم بليز ساعدوني، انا فتت حادث، بس دقوا للصليب الاحمر، دقوا لاهلي، بس اي شيء. حرام كانوا كتير كرمة معي، عطوني حرام، وانا هون خلص قشطت بارضي، ماني قادرة بقى اوقف على اجري لانه انا كنت كل الوقت غايبة عن الوعي. سو قشطت وحطولي الحرام، اجا الصليب الاحمر. الصليب الاحمر حرام يعني كانوا سوبر مناح عن جد، بجننوا، وشخصيتهم بتعقد، كانوا كتير منيح معي وعم بيروقوني، خاصة ان انا هيدول جروحات، بس انا من هون عندي كلني مقطبة هالجهة وانا مقطبة من هالجهة كلها. سو انتو عم تتخيلوا كمية الدم اللي كانت نازلة بوجهي، حفرجيكم هلأ صورة هون فيكن تشوفوها، هيدي صورة ماما صورتني عن بعيد. سو هيدا اللي صار. فاجوا الصليب الاحمر ودقوا لاهلي، وماما عن جد ماما شخص ايمانها كتير قوي، يعني ماما لا صرخت ولا عملت شي، ماما كانت واقفة مثل الجبل وراي، وليا حتصير منيحة يا قلبي، حتصير منيحة يا قلبي. ويا جماعة كانت حرارة تحت الصفر، رايت كانت تحت الصفر، وكنت متلجة انا يعني بردانة بشكل مش طبيعي. وصلت على المستشفى، في قاطعك بشي؟ ليا زحفت من الكوخ للشارع العام 1 كيلومتر زحف بالوحل والزفت لوصلت للشارع العام. يعني ايه انا صراحة حسيت حالي كتير قوية بهيدي اللحظة، حسيت حالي ان انا كتير جبارة على نفسي وقوية وشخصية قوية وعندي ارادة كتير قوية بهالحياة، الحمد لله على كل شيء يعني عرفته. المهم اللي صار انه رحنا على المستشفى بهيدا الوقت، حرام كانوا كتير منيح معي. هي الحادث صار هون تقريبا حد جزين، سو انا هلأ بمستشفى جزين. بجننوا بالمستشفى هون، بجننوا. اول شيء انا كتير نقيت وكتير عيطت كتير كتير كتير، كنت خايفاني على حالي وخايفاني على كل شيء. انا ما بحب الابر ابدا، رغم كل شيء صار معي انا عم فكر بالابر. فقال لي انه انا مضطر سبيلي كراسيك لانه عم بينزف كتير، هيدي نمبر 1. فسوالي انا هلأ من هون كلني مقطبة، اضطري املي شوي شعر من هون بالشفرة، كان بدي املي شعر كمان هون بالشفرة، بس انا كتير صرت ابكي وقلت له انه لا انا تعذبت بشعري ليطول واحترق قبل، وبليز يا دكتور. فالدكتور مش عاد عقلي عشان ما يستحمل نقي، لانه انا كتير بنق.
بعدين عملوا لي صورة لظهري وصورة لراسي وصورة لإيدي الاثنين، وشو عملوا لي صورة كمان لجسمي كله ولأجرة. اوكي سو نحن تاني نهار قالوا لي انه انا طلع عندي نقص بالدم، ليجي دكتور العظام ويشوف الصور هو بيعرف ليش، لانه عملوا لي فحص دم كمان. طلع عندي ارتجاج بالدماغ، عشان هيك انا ضلت كل الوقت عم طلع نفسي ارتجاج الدماغ بالنهاية، يعني شيء مش طبيعي اللي كان صاير اصلا. وصار تاني نهار لفحصوا لي ايدي وعملوا لي صورة، طلع ايدي من هيدا الاصبع الصغير لتحت مكسورة. سو وهيدي الايد مكسورة بس مش من زيحة من محلها، يعني هالاصبع منه من زيح من محله، انا قادرة احركه. سو قررنا انه نعمل العملية بنفس الوقت، واجا دكتور العظام قالنا انه ليا ناقص دم كتير بجسمها، لانه وركة حوضة مكسور، سوري مش وركة، حوضة مكسور. سو طلع حوضي مكسور، وللأسف هيدا الشيء كتير انا زعلني، لانه انا بدي اضطر هلأ دار 30 يوم. انا جبت طافة تخت المستشفيات، انا عادي بالمستشفى هلأ. سو هيدا تخت المستشفى انا بدي اضطر ضل فيه تقريبا 30 يوم نفس القعدة، اذا بفوت على التواليت ما فينا، كل هول ما فينا. سو بدي ضل قاعدة بتخت بهالتخت، وإيدي بعد 5 أسابيع بدي فكهم، لأنه سوري هيدي عملناها بسياخ، هيدي ما عملناها بسياخ، هيدي عملناها جبار. وبراس القطب قال لي تقريبا قد ايه فينا بعد 10 أيام بينقاموا، وهول اللي عوجي بيتعالجوا، أنا ماني خايفانة منهم كتير، يعني بكرة بجيب دواء ليقيم السكارز، بتعرفوا انتو أي شيء جروحات والأخبار، أنا ماني زعلانة منهم. بس أنا بدي أخبركم خبرية، انا زعلانه على شغله وحده بعدني ما عبرتها لحدا حتى قدام ماما. زعلانه اني انا من انا وبالصف السادس يا جماعه وبقول بحب الميني كوبر وعدالي ميني كوبر وبدي ميني كوبر، ويقولوا لي اهلي ان شاء الله بتشتغلي وبتجيبي احلى ميني كوبر. على عمر 19 سنه قدرت صمت حقها للميني كوبر وجبتها، كنت مكيفه فيها قد الدنيا وسويتها بشكل كانه لليا، تعرفوا انتو الديزاين اللي عملته. سو كان شي كتير حلو ان انا جبت ميني كوبر لإلي وبتعبي وبعمري، ان انا قدرت تكون مستقلة واعمل هيدا الشي. وبتعرفوا انتو انه تليفوني نحنا لتاني نهار بعد الظهر للعينه، تليفوني كان بعده ضايع، وانا لوهلة ما بقى اهتميت الا انه لاقي تليفوني، صرت قلها لماما بدي تليفوني، ما بدي شي الا تليفوني. بس الحمد لله على كل شيء، بحس انه هيدا اختبار من ربنا، هيدا امتحان. الحمد لله، الحمد لله ما فقدت ذاكرة، الحمد لله ما صار شيء بدماغي، الحمد لله اني انا بعدني بصحتي. انا لما رحت على صوتك بس، انا لما رحت تاني يوم شفت السياره، ثواني حفاجيكوا السياره هون، صورتي هي، هي صوره السياره كذا صوره، هيك شكلها كان، يعني انا صرت ابكي. ما صدقت انه ليا موجوده بالمستشفى، يعني ما صدقت انه اللي ظهر من السياره بعده انسان عايش، او لا سمح الله قادر يمشي على اجريه او مش مشوه. يعني اغصان الشجر جوبا بقلب السياره، الشجر مكسر، الموتور السياره، البنزين، الزيت. الحمد لله انه السياره ما فجرت، الحمد لله انه ليا بالف خير. وانقهرت اكثر انه لما كنت عم فتش على التليفون السياره من جوا مثل التلج، ليا مغسلتها كانت قبل بيومين بايدها، فالسياره عم تبرق مثل التلج. وعن جد انه السياره قد ما ليا بتحبها حمتها، يعني الله حمى ليا والسياره حمتها لليا. عن جد يا جماعه، وبدي اقول لكم شغله، انا بدي اتشكركم من كل قلبي، وبدي اتشكر كل رفقاتي والله العظيم. المستشفى يا جماعه ما عم تهدى، كل الوقت زيارات، يعني لدرجه البلديه سالت المستشفى انه مين في عندكم مريض لحد للي عالم تجي لعنده هالقد، مين في هيدا؟ قالوا له تيك توكر مشهوره. فانه انا انبسطت صراحه من كل اللي سالوا عني، وفي رفقه ابدا ما عم بيتركوني وحيه الله. شكرا لكل شخص، انا كنت بدي اتشكر شكر خاص لبرهوم،
لانه انتم بتعرفوا انا وبرهوم صار في تصادم بيناتنا شوي وشجار. فبرهوم اجى زارني وهيدا الشيء انا استغربت منه، يعني طلعت هيك بس اجى، يعني انا عارفه انه بدبي، ماني عارفه انه هو بلبنان. سو بدي اتشكرك انك جيت، وطبعا بدي اتشكر كل رفقاتي اللي اجوا، كل رفقاتي اللي وقفوا حدي، كل رفقاتي اللي ضلوا حدي وما تركوني، كل رفقاتي اللي ما قدروا يجوا وحكوني على التليفون. وطبعا نحن عم نواجه ازمه كثير بشعه بلبنان، ازمه البنزين، وانا كثير بمنطقه بعيده عن الكل. سو بتشكر كل اللي حوالي يجوا وما قدروا، كل اللي اجوا. بدي اتشكر متابعيني اللي هن عائلتي الثانيه اللي وقفوا حدي اصلا ووقفوا حد كل شيء. وحياة الله انا بحبكم من كل قلبي، والحمد لله على كل شيء. هذا درس لإلي ودرس لإلكم ودرس للجميع. وبرجع بقول اعذروني على شكل اللي طلعت فيه، بتعرفوا انا كثير بحب اطلع على طبيعتي على اليوتيوب بالمواقف الصعبه اللي بتصير معي. فالحمد لله على كل شيء يا جماعه، والله بعوض ان شاء الله بسياره بعد احلى، وكمان ميني كوبر لانه انا بحب الميني كوبر. بس في شيء وحده مقهوره منه يا جماعه، بعد 15 يوم عيد ميلادي وما فيني اتصور. كنت محضره لكم صوره فوتوشوب فخمه، كيف بدي اتصور بالايدتين ولا لا؟ انا شو بدي اعمل هيك؟ ما فيكي توقفي اصلا، خلص بعد رمضان بتصور صورة عيد ميلادي. والله زعلت. بحبكم كثير، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو وتقولوا لي شو تعلمتوا. وبحبكم كثير. باي باي.